مرحبا. رواية دفاتر الوراق للرواية الأردني جلال برجس والصادرة على المؤسسة العربية للدراسات والنشر رواية عجائبية منذ بدايتها، حيث بطن إبراهيم يلي بتنتفخ ليخرج منها صوت رجل آخر، هذا الرجل وهذا الصوت يلي بيرافقوه حتى نهاية النص، مع كل محاولات إبراهيم الوراق مصارعته وتحديه والتغاضي عن كل ما يأمره به. في بداية الرواية بيشعر المتلقي أنه تايه شوي بين الشخصيات الكتيرة، ولكن تنوع مصادر السرد بين إبراهيم وليلى ومن بعضهم الصحفية وما تقرأه الشخصية من دفاتر غيرها مثل مذكرات السيدة نون وقراءة الصحفية مذكرات جدلة، بيتحول هذا التيه إلى متعة كاملة لما فيه من تحدي للقارئ أنه يضل ممسك بزمام النص وأنه يربط الأحداث وما يقرأه وما يقرأ داخل النص ببعض. الجميل بالنص، وهون بتكمن حرفية الكاتب، كيف نصير متقبلين لفكرة العجائبية على أنها شيء طبيعي. أما الأساس فهو القضايا المطروحة إلى جانب اللعبة الروائية الممتعة، وهي قضية البلد، قضايا الأردن، ولكن كل متلقي منا كان قادر أن يسقطها على واقع بلاده يلي بتشبه بعضها. فكشك الوراق على سبيل المثال اللي أزيل من أجل متاجر ومطاعم المتمول الفاسد ليس كشكا بقدر ما هو قضية ثقافة عامة بكل بلادنا. ملاجئ الأيتام والفساد فيها، الاعتداءات الجنسية والتشرد والفقر والفساد، كل قضايا عالجها النص بمدينة بصراحة أنا شخصيا ما كنت بعرف أنه هالقد موجودة هيدي الأشياء بعمان، اللي بيتوهم الكثيرين أنها أفضل من هيك. كان إلي مأخذ على النص وهو علاقة الطبيب يوسف يلي بيكون ظهوره بشكل متقطع بالرواية، وأنه رح يكون ابن السيدة اللي بتشتغل ليلى عندها واللي بتكتشف أمر إبراهيم، وقراءة السيدة نون لمذكرات رجل والده اللي بتتزوجه، برأيي أضعف الحبكة لأنه العلاقات كان فيها شوي من الاستسهال، بالوقت اللي العجائبية هي اللي أعطت النص فرادته. هذا نص قوي متماسك، طرق أبواب كثيرة كان المتلقي العربي بحاجة ليعرف شو في خلفها، ليشوف ويحلل وتيقول أنه كل واحد منا في ببطنه، خليني سمي ما ظهر لإبراهيم، وكيف عن جد كتير من الأوقات نتمنى أنه نقوم بما قام به إبراهيم في الرواية. وهون منفوت ومنخوض صراعات الإنسانية والأخلاقية في مواجهة العدالة والحق. هذا كان رأيي وشكرا.